السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتنا، قناة أتعلم اللغات. إذا سوف أقترح عليكم سلسلة جديدة من تعلم اللغة الصينية خطوة بخطوة، ليس هناك مستحيل في قناتي. إذا سوف نبدأ، أول تعرف على الحرف الصوتي التالي. باللغة الفرنسية نقول نسميه باللغة الصينية لبين. سوف نقرأ، تابعوا. ألوغ كيف ما تلاحظوا أيها الحضور الكريم، هذا الحرف هذا عاد نفس النطق بالنسبة للغة الفرنسية، سيغسو لارتيكل ديفيني لو لو. وفي اللغة الصينية هناك أربعة مستويات من النطق. لنحاول مرة أخرى. إذن هذا المستوى أفقي عادي، هذا المستوى متصاعد، هذا المستوى تنازلي هابط وصاعد، وهذا المستوى نازل أو تنازلي أو هابط. نعيد. أظن أنني نجحت في هذه المسألة. نمر، لنتعرف الآن على كلمات جديدة، نحاول القراءة. أول مصطلح غران فرير، معنى أخ كبير، نسميه كذلك باللغة الإنجليزية بيغ براذر. باللغة الصينية تقرأ على الشكل التالي: كو غ كو غ كو غ غران فرير، أخ كبير. كو غ كو غ. الآن الكلمة الثانية: أفواغ سواف، إحساس بالعطش. ك ك ك بهذا الشكل، أظنه صحيح. أفواغ سواف، من الإحساس بالعطش. والآن لكم المفاجأة: أفواغ فان، إحساس بالجوع. حاولوا النطق جيدا هذه الكلمة. هي عبارة عن حرف أفواغ فان، من الإحساس بالجوع. نمر الآن إلى فترة مهمة جدا من هذا الفيديو، وإننا نتمكن من تعرفنا على المصطلحات السابقة، ويجب علينا أن نوظفها في هذا التعبير expression ايتي. مثلا يبدو صعب شيئا ما قراءة هذه الكلمات بهذا الشكل، إذن الإشارة الحمراء مهم جدا، يجب احترامه بشكل جيد. بالنسبة للتعبير الأول هو كالتالي بالفرنسي، نقول je viens juste de terminer mon cours de sport. نقول كذلك باللغة الإنجليزية I just finished my physical education class. Je viens juste de terminer mon cours de sport. لقد انهيت حصتي من حصة من التربية البدنية أو الرياضة. Je viens juste de terminer mon cours de sport. I just finished my physical education class. ولكن كيف نقولها بالصينية؟ هذا هو التحدي. لنحاول، استمعوا جيدا. وكان شوان تي يوكو وكان شوان تي يوكو، معناه je viens juste de terminer mon cours de sport. لقد انهيت حصة من الرياضة. وكان شوان تي يوكو. بالنسبة للتعبير الآتي
كما تلاحظون باللغة الصينية، معناه باللغة الفرنسية جو سوي على فوا سوا في يا فامي اون سموم، في هذه اللحظة نحس بالعطش والجوع. نقول بالإنجليزي I am both I am both thirsty and hungry right now. ولكن كيف يمكننا قراءتها باللغة الصينية؟ استمعوا جيدا. سنتيا يو كو يو او، حاولي استمع جيدا، محاولة ثانية وثالثة كذلك. سنتيا يو كو يو او، سنتيا يو كو يو او. إذن سوف نحاول قراءة التعبيرين التاليين. Je viens juste de terminer mon cours de sport. وكذلك je suis à la fois assoiffé et affamé en ce moment. Who can? Jean Wantier, you could. Sientien, you could. You are. بالنسبة للتعبير الموالي، Allons manger dans ce restaurant juste en face. Donc, le blog est dit, just go to eat at the restaurant in front. هذا هي المذهب لتناول وجبة في هذا المطعم مثلا. لنستمع جيدا. سوت زي تيل ميان نا تيا فانغو تشوبا. سو ريد تي تيان ميان نا تيا فان غو تشوبا. نمر إلى التعبير الموالي. لو غافيولي dumplings sont particulièrement délicieux. Il y a une wajba mumtaza wa shahiya بالنسبه للدول الاسيويه. Les raviolis, les dumplings, ça se met les raviolis ou les dumplings. ولكن كيف نقول هذا التعبير باللغه الصينيه؟ لنستمع لنستمع لنحاول. نا دا تيو زي تيو بي هاو تشو. نا دا تيو زي تيو بي هاو تشو. نقول باللغة الإنجليزية their dumplings are especially delicious. إذن انتبه انتبه، في نهاية هذا الفيديو سوف أخصص لك هذه الملاحظة. attention، هذا تسمى contre sens، معنى هناك معنى مختلف، معنى الأول مختلف عن المعنى الثاني. إذن لي دامبلين معنى وجبة شهيرة في الدول الآسيوية خصوصا في الصين، تنطق على الشكل التالي. شو تيان شو تيان شو تيان، معنى لي غافيولي ولا لي دامبلينغ. بالنسبة لدوغميغ شو جيان، لاحظتوا شو جيان شو جيان دوغميغ شو تيان لي غافيولي. مهم نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في فيديو قادم لنتعلم اللغة الصينية لا مستحيل في قناتي.